سنة بنات ومرحبا بكم في فيديو جديدة. كنتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال وأن هذه العطلة تكون كدوز عندكم في أجواء زوينة. هذه أسيدي 7:30 ديال الصباح، أنا كنسجل هذا الفيديو إن شاء الله حيت مازال مسافرين، دونك قلت قبل ما نسافر نبارطاجي معكم مجموعة من الأشياء. دوكو قلت نصور واحد الفيديو أول اللي غنشارك فيه معكم مشترياتي أثناء التخفيضات وأيضا من المحلات اللي كنت وليتكم في الفلوغ السابق ديال مدينة المضيق. بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفلوغ سيروا وشوفوه، راه فريمون غادي يعجبكم الهميزات اللي خديت من تما. قبل ما نبدا لا فيديو ديالي بغيت نشكر جميع البنات اللي تاقوا في لاشين وتابوناو، كنقول لهم شكرا بزاف بزاف. كنعاود نقول لكم القناه راه هي ديالكم ومرحبا بكم نورتوني. بالنسبه للبنات الجدادات اللي كيشوفوني اليوم كنقول لهم تابوناو عفاكم، دخلوا تابوناو في لاشين ومرحبا بكم، تنوروني حتى نتوما علاش لا. وبغيت قبل ما ندوز نعرض عليكم المشتريات ديالي، بغيت نوضح واحد ولا نجاوب على واحد السؤال اللي تكرر بزاف في الفيديوهات السابقه، اللي هو منين خديتي او لفين كاينين هاد المحلات اللي خديتي منهم دوك الاشياء المستعمله. وبغيت نجاوب واحد ثلاثه الناس او الاربعه اللي هضروا بطريقه خايبه. الحمد لله 99% ديال الكومونتير كانوا ايجابيين. بغيت نقول غير واحد جوج البنيتات ولا ثلاثه اللي قالوا لي بغيتي تخبي وما نعرف شنو. البنات لو كانت عندي الفكره ديال نخبي ما كنتش اصلا نفتح هاد القناه. ولا كنتو كتعتبروا ان داكشي اللي خديتو راه كنز وما نعرف شنو خصو يتخبى، راكم غالطين. هادوك فقط اشياء بسيطه خديتها، وبالعكس بغيت نبارطاجيها معكم وبغيت نوريكم منين تقداوها، بدليل انني قلت لكم غنحاول ندير فلوغ تما. وفعلا مشيت وبغيت ندير فلوغ وقلت للسيد واش ممكن نصور عندك ونوري للبنات هذا الشيء، وقال لي انتيا بغيتي ديري فيديوهات في يوتيوب وتخلصي عليهم، دونك صافي تما ما بقيتش صورت وما بغيتش وتفاديت هذا الاحراج. ولكن نزولا عند رغبتكم انا مستعده نعت لكم المحلات فين كاينين. هذه حاجه. وبغيت نقول لكم بان هذه القناه راه درتها سبيسيالمون باش نشارك معكم الهميزات والحويجات الزوينين اللي كندير في حياتي او البلايص الزوينين اللي عرفتهم. راه حتى شي حاجه ما هي الملك ديالي، وشي جامي انا خبيت عليكم هذه المحلات راه ما صالح الوالو، لان الا خبيت عليكم نتوما راه كاين ناس اخرين كيعرفوها وكيجيو ليها، دوكو سان سيغاريا انني نخبيها. المهم انا كنهضر شويه بالزربه باش ما نطولش عليكم. بالنسبه للبنات اللي باغيين يمشيو يتقداو من هاد المحلات، كنقول لكم هاد المحلات موجودين في شارع اولا حي الجيراري. ملي كتكونوا طالعين من بني مكاده كتوصلوا ستوب الجيراري، كتزيدوا شويه لقدام كتلقاو حمام السلام. حمام السلام معروف، غتقولوها غير الطاكسي يوريه لكم. الوغ حمام السلام كاين هنا، والزنقه اللي مباشره كاينه من وراه، كاينين فيها تما ثلاثه ديال المحلات، منهم نيت هذاك السيد اللي تقديت من عنده هذيك القفه وما نعرف شنو. ولكن خصكم تعرفوا بان راه الجوطيه هي حدود فقط، انا راه ماشي خديت ديك القفه لان راه السلعه رخيصه هنا وموجوده، هي فقط طحت في واحد النهار اللي هذاك السيد كيف ما قال لي هو، قال لك هو كيجي عند عائلته مره في المناسبات والعواشر اكسيتيرا، ديكو ماشي فاتح المحل دائما، كيجي كيبيع البيسيات ولي بورطابل ولي تابليت اسونسييلمون. ديكو ملي كيشيط له دوك التفتيفات هكاك كيجمعهم وتاي اللي كيديهم باش كيمشي في حاله، ما غيبقاش جالس فاتح المحل وهو خص عنده لو فول ولا الباطو من دابا يومين وغيبقى يبيع لك في لي تروس نتيا ويتشطر معاك. فكيجمع لي داكشي اللي اختاريته وباعو لي بثمن زوين. و جوستمون علاش باع لي داكشي؟ لان ملي كيجيب هو السلعه اغلبيه النساء اللي كيجيو كيقلبوا على الطباسل كيشبهوا لبعضياتهم والبرارد وداكشي الكبير، فكيشيطلو بحال هكا قريعات د لاصوص تروسات ما كيديها فيهم حد. هذاكشي علاش خديتهم انا بثمن مناسب. هذا ما كان البنات، وغندوزو ديريكت دابا باش نبارطاجي معكم اشنو شريت اثناء هاد التخفيضات. اول حاجه بغيت نبارطاجيها معكم هي واحد البنطلون اللي خديته من زارا. وباش نقول لكم هاد لو بونطالون واخده خديته جوج المرات، دونك خديته فاش كان في لا نوفيل كوليكسيون. خديت لا تاي 38، ما عرفتش واش كتشوفوا معايا ولا لا. فوالا خديته فاش كان في لا نوفيل كوليكسيون، خديت لا تاي 38. ها هي انا ملي كناخذ سروال فيه تقطعات كندير له كنلبسو هكا باش ما يبقاش يبان من ما يبينش من الداخل. دونك هذا كنت خديته ب 459 درهم، غير هي كنت خديت لا تاي 38 وملي رجعت الغد ليه بغيت نبدلو قالوا لي راه تقاد من المغازه وما بقاش غادي يجي. ديكو بقى فيا الحال لانني ما استفدتش منه، عجبني بزاف فنزلته.
مشيت لزارة هاد لي دو جوغ، كنلقى لي صوت تقريبا سالا. البارح كنت والبارح كنت فيها كنقلب وانا تيبان لي هذا هو نفسه ونفس الثمن، ها هو 459 درهم. صف كو انا لقيته ب 119 درهم، شريتو ناقصين فيه تقريبا 70%، شريتو ب 120 درهم تقريبا. وملي سولتهم قلت لهم علاش، ملي رجعت بغيت نبدلو قلتوا لي ما بقاش فيه لا تاي 40، قالوا لي بان هذا كان باقي في شي ماغازان اخر، بانهم صيفطوا ليهم السلعه من ماغازان اخر، ديكو طاح فيا يعني مكتب ليا خديته. هادشي علاش في لي سولد ما تمشيوش مره وتقولوا اه لا ما جبرنا والو، مشيو عاودوا طلو، راه ما كيحطوش كلشي في مره واحده. دونك هذا هو لو برومي ارتيكل. دوزيام ارتيكل اللي غنبارطاجي معكم هو ايضا من هو ديال زارا، ولكن هذا هو هاد الصبيبط، هذا لا سمحوا لي ماشي ديال زارا، هذا ديال ستراديفاريوس. هذا خديته من المضيق من عند داك المحل اللي بارطاجيتو معكم في الفيديو، خديته ب 80 او 90 درهم. هذا ديال ستراديفاريوس، هو باقي جديد باقي ما لبستوش. حاجه اخرى بغيت نبارطاجيها معكم عاود هي من زارا، واللي هي هاد لي صندال اللي هما سبور وشيك، راه ماشي ماشي كلاس، لان عندهم هاد الافتتاحات هكا من اللور ايتو، وفيهم هاد لي بيرل هكا مزوقين بيهم. هادو كانوا كيديروا 400 درهم، وخديتهم انا في لي سولد بناقص 50%، فخديتهم ب 199 درهم. ها هما لي صندال البنات، هادو خديتهم في زارا وراه باقيين في المغازان، اللي بغا يمشي ياخذهم راه ردوهم ب 120 درهم. ارتيكل اخر خديته من زارا اللي هو هاد البازيك، هاد الديباردور، هذا هاكا مع شي شوميز وتلبسيه مفتوح ولا شي حاجه تلبسيها مفتوحه. هذا كان داير 119 درهم، وخديته ب 80 درهم، 79 درهم، يعني 80 درهم. خديت ايضا من كوتون، خديت هاد لاتونيك، هادي سامبل 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 في البلو مارين. نقول لكم علاش خديتها، دابا خديتها كانت دايره 100 درهم، وخديتها انا ب 80 درهم. راه مازال عندهم اللي بغى يمشي، راه مازال عندهم هاد لي زارتيكل، وعندهم في نوار وعندهم في كولور اخرين. دونك هي هادي علاش خديتها، هادي خديتها لان كنت في ديفاكتو، وكيت واحد السروال كان داير 300 درهم، ونقصوا فيه رجعوا ب 219 درهم. هو هذا لارج وطويل، وقلبت له على شنو غنلبس معاه، فقلت غنلبس معاه هاد لاتونيك اوني في البلو مارين اللي كاين هنايا، واللي هو اقل لون كاين في هذاك باش ما يجيش مشاشع. وخديت لهم كاكسسوار من كوتون، خديتهم هاد لي بوكل اللي هما طوندونس هاد الايام، اللي هما هادو اللي بالشوشيه، هادو واخا هكاك لقيتهم متقونين ومزيونين. هادو لقيتهم سولدي، مسولدينهم ب 40 درهم، 39 درهم. دونك هادي هي اللبيسه. وباش نكمل هاد اللبيسه خديت لها هاد الصنيله، هادي هي اللي غادي نلبسها معاها باش تجي خفيفه. دونك هادي اللبيسه اللي خديت من كورتون ودي فاكتو. نجيو دابا للهميزات ديال بصح. الوغ من لي ماغازان اللي وريتكم في المضيق اخر مره، خديت هاد السك، خديت هاد السك هذا الاول. شوفوا البنات شحال غزال، كيجي بحال شي سامسونيت هكا، وعندو هاد لي ديتاي ديالو غزالين غزالين غزالين، يعني متقول وفي هادشي اللي معروف على زهرة، هي كتانسيستي على لي ديتاي. دونك هدا هو لو ساك اللول، كيجيو هكا، ها لو بخوميي ساك. لو دوزيام ساك البنات ها هو، وعندهم اللي مازال الكوير، هادو راه جلد، هادو جلد، ها وفيهم هكا واحد الدروسه لداخلها، ومازال ما حتى ما فتحتهم، فيهم واحد جوج بسلسله. واخر ساك هذا كنت هزه البارح، هو هذا حتى هو زارا، مازال فيه البزيت مات ديالي وداكشي. دونك هو هذا،
هذا سامبل ما فيه والو، فيه غير هاد الشوشيات هنا في القنيطه. دونك هاد لي ساك هادو بثلاثه ديال زارا اوريجينال، و خديتهم من عند داك السيد اللي قلت لكم في الفلوغ اللي فات اللي جا حتى الطاكسيات تيتوان، اسم ديالو سعيد، مشيو عندو البنات. هادو خديتهم ب 130 درهم 130 درهم 130 درهم البنات. اذا مشيتو للمدينه وتاخذوا دوك لي ساك ديال الشينوا واللي مصايبين بالبلاستيك وريحتهم خايبه، كتاخذهم ب 150 درهم 130 درهم، يعني في هاد في هاد في هاد الاثمنه هادو. وباش تاخدي ساك ديال الجلد ديال زارا تاخديه ب 130 درهم. انا كنت في زارا هاد لي دو جوغ، باقي ما طيحوش لي ساك حتى وصلوهم ل 130 درهم، باقيين كيعملوا 200 درهم 200 وشي حاجه. دونك سيروا البنات، سيروا عند هاد السيد اللي قلت لكم عليه اللي سميتو سعيد، راه عنده لي ساك وعنده السبيطات، والله الا كيدير اثمنه غزاله 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 غزاله. دونك من عند هاد السيد نيت خديت، لا خديت هاد الجاكيت. الوغ باش نعطيكم واحد الفكره صغيره، ان مدينه المضيق في شهر 8 كتكون عامره بالحوايج ديال الشتاء، لي بوت، البروتكان، صبابط، الجاكيتات، لي فيست، لي مونطو، كل حاجه كتلبس في الشتاء غتلقاوها في المضيق في شهر 8. هما دي فيتمون ديال لا كوليكسيون ديال زارا، ديال بيشكا، ديال مونغو، غتلقاوهم تمايا دو توت لي مارك، وحتى الصبابط وباثمنه غزاله، وهانتوما غتشوفوا معايا. دونك خديت اول حاجه، خديت هاد الجاكيطه ديال زارا، هادي خديتها في لاطاي ام، باش نوريكم شويه الموديل. هادي عندها لا فوغور، عندها القلب، كتزير من هنا وكترخى، باش عجبتني ان مدوبله مزيان وفيها نجويبات، يعني فيها لي ديتاي غزالين ومخدومه مزيان وسخونه، بمجرد ما كتقيسيها كنحس بالحراره. فهاد لا فوغور غزاله 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 وزوينه، كتبان فحال دوريجين، يعني ماشي داكشي ديال البلاستيك وداكشي اللي خايب. دونك هادي خديتها من هذا السيد اللي سميتو سعيد، وخديتها من عنده ب 300 درهم، خديتها من عنده 300 درهم، المحلات الاخرين كيطلبوا فيها 350 درهم، دونك وحسب عليه 300 درهم. من المحل اللي كاين حدا هاد السيد اللي سميتو سعيد خديت المونطو، وهاد المونطو البنات اللي كانوا كيمشيو لزارا العام الفايت راه ممكن يكونوا شافوه او حتى شراوه. هذا كانت نزلت زارا بشي 1000 درهم او 1000 وشي حاجه، كنت لقيتو في سبته، وكانوا داروه في لي دو سيزون، كان داروه في لا سيزون ديال 2017 ولا سيزون 2018، غير هي في 2017 كانوا داروه قصير، في 2018 كانوا زادوا له في الطول. كان في سبته بشي 89 اورو ولا شي حاجه، وهنا في المغرب كان بشي 1000 وشي حاجه، 1000 درهم وشي حاجه. دونك هذا هو المونطو، كيجي طويل بزاف، فيه هاد الجياب هادو كبارين هكا، وفيه هاد الصدايف. ان سول ديفو اللي لقيتو فيه سي كو هاد البزيم اللي كاين هنايا، ما عرفتش واش طاح لينا في البلاستيكه ولا فين، غنفتش عليه من بعد. دونك لو سول بروبليم سي كو هاد البزيم اللي كاين هنايا اللي هو ها هو هنا فيكس، فوالا ها هو كاين باقي فيه، ها هو هنا فيكس، هذا تقطع له من هنا، ها هو تفسخ له من بلاصتو. دونك غادي يمشي عند الخياط باش يعاود يثبتو ليا هنايا. هذا على ود هذاك الديفو اللي فيه حسبوا ليا ب 250 درهم. ايوا تخيلوا البنات، من 1000 درهم ل 250 درهم راه ناقص 75%. اخر حاجه بغيت نشاركها معكم هي واحد لونسومبل خديتها من مروه من لا نوفيل كوليكسيون، واللي هي هاد التونيك، ها هي ديال لولا، فيها طريزات بويض وسامبل لتحت، فوالا. هادي خديتها من مروه من لا نوفيل كوليكسيون ب 179 درهم، واخا صراحه الله مقتنعتش بها بزاف، مي هي لو سول ارتيكل اللي لقيتو يمشي ليا مع هاد لو بونطالون اللي خديت. خديت هاد لو بونطالون بالنسبه للبحر هكا والخليجات الخفاف، هاد لو بونطالون هذا حتى هو ديال لولان، كيجي هكا عريض من الفوق ومقبوط شويه من تحت، هذا خديته حتى هو من مروه ب 199 درهم. صراحه شويه الاثمنه زايده عند مروه، مي ماشي مشكل، الواحد كيقضي الغرض اللي عجبته شي حاجه. اخر حاجه خديتها واللي ما عندها حتى شي علاقه بالحوايج هي هاد المرسو ديال لا فوغور، كنت كندور في
في مارتيل، في شريتها بالضبط، وصلت حدا فين كاينين الناس اللي كيبيعوا البالي، كاين بحال واحد القيصرية تمايا حداها عاوتاني كيبيعوا الجديد. فكاين واحد السيد كيبيع غير الطابيات ديال الحمام والزرابي وداكشي، جبرت عنده هذا المغصو ديال الفوليو، قلت له شحال؟ قال لي 40 درهم. قلت له بزاف، نقص لي وحسبوا لي ب20 درهم. دونك هذا المغصو ديال الفوليو انا شريته بون ما غنقولش لكم لا شريته، نتوما فوز علي دوفيني، كتبوا لي في لي كومونتير اشنو عوالا ندير لكم بهذا المغصو ديال لا فوليو، كتبوها لي في لي كومونتير. بون البنات كنتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلبكم وما ثقلتش عليكم، ولا لاحظتوا كنهضر شويه بالزربه باش الفلوغ ما يجيش طويل، ونبارطاجي معكم هاد الحويجات دغيا دغيا. اشتركوا عفاكم في القناه ديالي، ومرحبا بكم مره اخرى، ونتلاقى بكم في فيديو ماجي ان شاء الله اللي طلبوه مني بزاف ديال البنات، ان شاء الله غادي نحاول ننزلو لكم قريب. دونك البنات هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو جديده، تهلاو في راسكم وباي باي عليكم، باي باي.